في بلد يخفو على بحر من الخيرات. أبناؤه يعانون، يعانون الأمرين من أزمات ما أنزل الله بها من سلطان. عينهم على الدولة وعلى ذاك الذي يقول أنا مسؤول. مسؤول عن من؟ عن حقوق الإنسان؟ أم عن الآلاف الذين يموتون هنا وهناك بسبب كورونا؟ كورونا التي لم تدع في هذا البلد ركناً إلا وضربته، واليوم كورونا تداهم السجون كما تداهم سكان الخيام من النازحين. هي الأزمات في بلادي التي تترى على أبناء شعبي الذين ما يزالون يعانون، لا بل يقاسون. من المسؤول عن أزماتنا؟ ومن الذي يتصدى لها كي يحلها؟ ما لكم لا تنطقون؟ أهو الران الذي ضرب على قلوبكم؟ أم أنكم اعتدتم على ما تفعلون؟ مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج ملفات ساخنة. من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام. ضيوف حلقتي في هذه الليلة سيكونون كل من الأستاذ أرشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، مرحبا بك أستاذ أرشد. وأيضا في المحور الثاني من هذا البرنامج سينضم إلينا الأستاذ كتاب الميزان وهو مدون وناشط سياسي. مشاهدينا الكرام، قبل أن نشرع بمناقشة محاور هذه الحلقة دعونا وإياكم نتابع هذا التقرير ثم نعود مرة أخرى، فلنتابع سوية. داخل زنازين مكتظة لا تدخلها شمس ولا هواء، يواجهون الموت بفيروس كورونا مكبلي الأيدي، ينقض عليهم الواحد تلو الآخر كنتيجة حتمية لانعدام النظافة والإهمال الطبي الذي تمعن به إدارات السجون. هؤلاء هم سجناء العراق. وزارة العدل العراقية حذرت من اتساع تفشي الفيروس المستجد في السجون بعد تسجيل 31 إصابة من أصل 600 بين نزلاء سجن الأحداث بالكرخ في بغداد، والذي يضم شباباً تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 22 عاماً، مؤكدة أن إمكانات مواجهة الفيروس محدودة. أما مدير دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل كامل أمين فقال أن الدائرة اتخذت الإجراءات اللازمة، لكن إصابة بعض العاملين في السجون والحراس الإصلاحيين نهاية حزيران الماضي نقلت العدوى إلى النزلاء، لا سيما أن أغلبهم من مناطق موبوءة بالمرض. ويرى ناشطون حقوقيون أن إجراءات دائرة إصلاح الأحداث لن تكون كافية لأنها تفتقر إلى القدرة اللازمة للتعامل مع الوباء، وإن عدم الإقدام منذ البداية على اتخاذ الخطوات الضرورية للحفاظ على سلامة النزلاء من حيث الطاقة الاستيعابية وكذلك الخدمات الإنسانية والصحية لن يضمن تخطي الجائحة بسهولة. محامون عبروا عن خشيتهم من فشل السيطرة على الأزمة داخل مراكز الاحتجاز والسجون، مشيرين إلى أن الجميع على دراية من أن السجون لا تتوفر فيها النظافة والرعاية الصحية، إذ تنتشر فيها الأمراض المعدية كالسل والربو والجرب وغير ذلك. نائب رئيس كتلة تحالف القوى رعد الدهلكي دعا المنظمات الإنسانية والصحية العالمية لزيارة أماكن الحجر الصحي للمصابين بوباء كورونا والسجون العراقية للإطلاع على فداحة الإجراءات والأوضاع التي يعيشونها وما تعانيه السجون ومراكز التوقيف والحجز من الإهمال والاستغلال والرشاوة، هذا بالإضافة إلى المعتقلين غير المحكومين الذين لا نعلم شيئا عنهم منذ سنوات طويلة. رحبوا معي مشاهدينا الكرام بضيف محورنا الأول في ملفات ساخنة سيادة النائب أرشد الصالحي وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية. مرة أخرى مرحبا بك أستاذ أرشد. يعني عندما نتحدث عن ملف حقوق الإنسان أو عن لجنة حقوق الإنسان يتبادر إلى الذهن الأستاذ أرشد الصالحي، كنت لسنوات تقود هذا الملف، اليوم يطرأ مستجد أستاذ أرشد هو كورونا، هذا الوباء الذي دخل إلى السجون. من باب المعلومة، هل لديكم إحصائية دقيقة عن عدد السجناء المصابين بهذه الجائحة؟ هل تطلعكم وزارة العدل، خلية الأزمة على الأعداد الحقيقية للمصابين بكورونا؟
نعم، شكرا جزيلا لكم ولضيوفك الأكارم بهذا الملف المهم والحساس في نفس الوقت. أكيد كلجنة نيابية تتابع هذا الملف عن قرب، حتى وإن كانت المعلومات التي تصلنا أو من خلال قلة زيارتنا بالفترة الأخيرة تكاد تكون قليلة، ولكن مع ذلك متواصلين مع الجهات، مع وزارة العدل، وللحصول على المعلومات. ما حصلنا عليها من معلومات قبل أكثر من 3 أسابيع تختلف عن المعلومات التي تتوفر لدينا الآن، وهنالك إعلان دائم عن الإصابات بالجائحة في السجون العراقية وتعلنها وزارة الصحة يوميا. حصل قبل 3 أسابيع يعني مجمل الأرقام، كان هنالك بشكل عام الإصابات نقلت من منتسبين ومن الحراس الإصلاحيين من الخارج إلى الداخل، وكان هنالك إصابات النزلاء تقريبا 184 إصابة، وكان هنالك شفاء 120 ووفاة 2، هذا قبل 3 أسابيع. الحراس مع الموظفين كان هنالك إصابة أكثر في حدود 250 وشفاء 87 ووفاة 8، هذه كان قبل 3 أسابيع. اليوم طبعا هذا العدد تتغير بتغير حالات الشفاء، ولكن أبلغتني المديرية العامة لدائرة إصلاح الكبار بأنهم بدأوا يسيطرون على الوضع. حاليا الإصابات تبلغ من كل السجون العراقية من النزلاء تقريبا 150 إصابة، ومن مجمل الحراس والموظفين هناك 350 مصاب من الحراس. طيب، وأكثر الوفيات هي من الحراس أكثر، لكن كان هناك 2 من المعمرين من النزلاء توفوا قبل عدة أيام، يتراوح أعمارهم إلى أكثر من 70 سنة. أستاذ أرشد، نعم، أنت تتحدث عن أن كورونا دخلت إلى السجون من الباب وليس من الشباك، بمعنى أن الحراس هم الذين نقلوا كورونا إلى السجون، هذا يعني أن هناك خلل في آلية تعامل وزارة العدل مع إجراءات خلية الأزمة ووزارة الصحة في ضرورة إبعاد هذا الخطر عن السجون حتى لا تتحول إلى قنبلة موقوتة. هل يمكن أن أفهم يعني من كلامك هذا الشيء؟ لا لا، أولاً الزيارات ما موجودة خلال هذه الفترة، وعدم وجود الزيارة أعتقد هي لمصلحة السجين. لا، قبل الزيارات، أستاذ أرشد، أنا أتحدث عن أعداد. أنت تقول أنه 350 حارس في السجون أصيب بكورونا، وهذا يعني أن عدد الإصابات داخل السجون أتت من هؤلاء الحراس، وأنا قلت هل يعني ذلك أن إجراءات الوقاية والسلامة في السجون العراقية ضعيفة، هشة، أكيد تحتاج إلى إعادة نظر؟ هذا السؤال. أكيد أنا راح أزيلك على هذا الشيء. المسألة مو بس بالحراس، المسألة حتى بالأطباء. اليوم الممرضين والأطباء اللي هم أيضا متواجدين في المستشفيات واللي داوموا في أحد السجون أيضا كان سبب في نقل المرض. نعم، أنا أؤكد بأن إجراءات الوقاية ليست بالمستوى المطلوب. إجراءات الوقاية خارج السجون غير متوفرة، فكيف إذن بالسجون؟ أكيد كان هنالك يعني نوع من تفشي المرض، وأكيد السلامة الوقاية ليست بالمستوى المطلوب، وهي أدت بالإضافة إلى المزاحمة الكثيرة والازدحام الشديد الموجود داخل السجون، وهذا الأمر بحد ذاته يتطلب الانفراد وعزل السجين. مع حديث السيد وزير العدل ومدير عام دائرة إصلاح الكبار، أكدوا لي بأنهم يقومون بإبعاد النزلاء قدر الإمكان إلى مواقع أخرى
يحجرون في مواقع أخرى، وإنها ليست بالمستوى التي تشكل خطر كبير، لكنني أشك في أن الأمر، لأن طالما السجناء أعدادهم كبيرة، فعندما يأتي مصاب من خارج السجن ولا يتم فحصها بالشكل المطلوب أو لا يبان عليه أعراض المرض ويدخل ردهة السجن أو الزنزانة، أكيد هنالك مجموعة ستصاب، هذه المجموعة كلهم بعد 14 يوما من طيب أستاذ أرشد، وهذا أيضا يدفعني إلى سؤالك. يعني أنت قلت بأن هناك إجراءات ليست بالمستوى المطلوب، وقلت بأن الإجراءات التي تتبع في السجون لدي شك في أنها يمكن أن تحافظ على حياة العراقيين، سواء كان معتقل أو غير معتقل هو عراقي، ودعنا نتفق على هذه النقطة. هل يعني ذلك أن الأرقام التي تريدكم فيها شك أيضا؟ يعني سيادة النائب، اليوم أنت تعرف جيدا بأن هذا الفيروس وفق التقارير ينتشر في الهواء من خلال الرذاذ، من خلال ربما الأدوات الصحية الموجودة، الملامسة، وأشرت إلى قضية مهمة، الاكتظاظ. يعني هل من المعقول في ظل هذه الأعداد نحن نتحدث عن 150 إصابة داخل السجون العراقية، وكل يعرف كيف هو الاكتظاظ داخل السجون؟ أولا حتى نكون أكثر صراحة، لا يمكن لدائرة إصلاح السجون ولا وزارة العدل أن تخفي المعلومة، لأن العدد مرتبط مع وزارة الصحة، وأي حالة وفاة تجرى عليه الفحص ويبين هذا الأمر. يعني إذا كان وزارة العدل قد حاولت إخفاء أي معلومة بخصوص المتوفين، أنا أشهد لكم أنا سأكون أول من يعلنها، لأننا لا يمكن لنا أن نقبل أن لا يكشف. إحنا إذا فعلنا دولة ديمقراطية نكشف كل الملفات، ما بيها شيء، ومدى بالمناسبة ماكو محاسبة، يعني على وش ما نعلن يعني. فالإعلان علق الإطلاع على الرأي العام، نعم ضروري، ولكن بشكل عام أكيد الاكتظاظ كان لها دور كبير وراح يكون بعد دور كبير أكثر بالمناسبة بهذا الأمر. وأنا متابع لكل مراكز التسفيرات في المحافظات والعدد الهائل من الموقوفين والمحكومين، ولدينا ملفات بهذا الخصوص ممكن أن نتطرق إليها، سواء كان بقضايا تمس العفو العام أو العفو الخاص أو ما بدر بالفترة الأخيرة من ذر الرماد على العيون بإطلاق العفو الخاص، والتي هي أعتقد هي كانت ضحك على الذقون. يعني لماذا أستاذ أرشد عفو خاص وطبل من طبل وفرح الناس وقالوا العراق الآن سيستجيب إلى النداءات الدولية بضرورة إنهاء الاكتظاظ، إذا كانت الفلبين ودول يعني العراق يستحي أن يقارن نفسه بها قد تم إطلاق سراح معتقلين أو تم إطلاق سراح من قضى مدة كبيرة من محكوميته؟ ماذا ننتظر أستاذ أرشد؟ لماذا هذا الاستعداء والتعامل بفوقية مع العراقيين؟ يعني خلي نفرق، أنا كرئيس دولة حقوق الإنسان أكيد أدافع عن حق الإنسان العراقي المسجون، ولكن في نفس الوقت مدافع عن حقوق الضحية أيضا طبعاً، اللي كانوا سببا بتفجيرات الإرهابية أو بحوادث الإجرام. ما راح أقول أنه الضحية لازم ما ندافع عنها، بالعكس إحنا ندافع عن الجميع، لكن من نكشف الأوراق كلها ونتحدث بصراحة قد يحس الواحد أنه إحنا نعادي الدولة. إحنا ما نعادي الدولة، إحنا نتحدث الحقائق، ولنتحدث الحقائق حتى ما نرتكب الأخطاء اللي كنا نقول اللي حدث قبل 2003. فمثلا من نكشف الأوراق بخصوص إطلاق العفو، ما نقول يا بتعال أطلق العفو عن مجرم قام باغتصاب طفلة وقتله واغتصبه، والله ما ممكن لنا، أنا كرئيس حقوق الإنسان ما ممكن أطلب عفو لهذا الشخص التي تثبت عليه هذه الجريمة، أو طيب قام بنحر طفل أو طفلة أو بنت، ما ممكن، أو من قام بعائلة بذبح أو سبب في تفجير حالة يعني إرهابي، لا يمكن لنا أن نقول هذا أخذ جزاء. ولكن هنالك قضايا كثيرة
لابد أن يتم العودة إليها. مثلا إحنا طلبنا في أكثر من مرة، أنا طلبت العفو الخاص. ليش طلبت العفو الخاص؟ لأنه دا يشوف السجون كثرة عددها. إحنا عندنا في حدود تقريبا 45 ألف معتقل ما بين محكوم وموقوف. زين، عندنا في سجون التسفيرات في كل المحافظات، كل محافظة بها على الأقل 1,000 أو 900 أو 800، يمكن بعض المحافظات أكثر بتسفيرات. إذن إحنا عندنا عدد ضخم. طيب إحنا قلنا من نطلب العفو الخاص لأنه دا نشوف العفو العام صعب تصل الكتل السياسية إلى توافق لإطلاق العفو العام، وانتقدنا فيما مضى بخصوص العفو الخاص. لكن من طلبنا العفو الخاص ما طلبنا أنه يكون مشمول ب 1300 وهذا وهذا مفرغ منه أستاذ أرشد. نعم. هذا الكلام مفرغ منه. يعني أنا عندما أقول إطلاق سراح المعتقلين، بالله عليك. نعم. يا أستاذ أرشد، كم من عائلة. نعم. وأنت رئيس لجنة حقوق إنسان، كم من عائلة قالت لك إن ابني أخذ على حين غفلة، وأن ابني. نعم. جاء إليه شخص يدعى المخبر السري، أبلغ عنه بوشاية كيدية و يعني أخذ إلى السجن. كم من عائلة جاءت إليك يا أستاذ أرشد وقالت نريد أن يرى ابننا قاضي، على الأقل قاضي يحكم بملفه، هو لا هو معتقل ولا هو محكوم ولا هو معدوم ولا هو مفرج عنه. نحن نتحدث عن هذه الفئات يا أستاذ أرشد. يعني أنا قلت لكم أتحدث بصراحة وما عندي أي شيء أخبي عنه. نعم، وهذا عهدنا بك. نعم، أولا إحنا ميزنا الجرائم اللي تمس أمن الدولة واللي خرب، طبعا قضية المخبر السري وقضية العفو العام هذا بحاجة إلى توافق ما بين الكتل السياسية. هذا ما ممكن أن يكون هنالك أي عفو عام ما لم يكن هنالك توافق ما بين الكتل السياسية جميعا، سواء كان السنية والشيعية بالذات، ومن ثم يذهب إلى تذهب القضية إلى اللجنة القانونية ويتم تشريع قانون بهذا الخصوص. هذه فقط عن الرفوف. أنا خلي أول شيء أتحدث على العفو الخاص اللي طلبنا. إحنا من طلبنا العفو الخاص قلنا على الأقل العفو الخاص من هذول الأربعين على الأقل يطلع لنا فد 20,000 15,000. أول شيء قلنا نخفف. مثلا أنا أعطيكم مثال، وهو اليوم أكو مظلمة، اليوم أكو مظلمة قدامي، هذه مظلمة كبيرة بحق موظفين ما ارتكبوا جريمة، حكموا عليه لمدة سنة وخلصوا محكوميتهم، باقي لهم شهر أو شهرين ومشمول بالعفو، مشمول بالعفو الخاص، وراح يقضي المدة ماله مع العلم بعد إجراءات العمل بإطلاق سراحهم ما صاير. ليش؟ هذه مفروض الأوراق تنرفع منين بعد إطلاق العفو الخاص؟ نعم. الأوراق تنرفع من تسفيرات أو مراكز الاحتجاز الموجود بالمحافظة. أستاذ أرشد، أستاذ أرشد، أنا أطلب منك أن ترفع هذه الورقة قليلا حتى يتسنى للمشاهد، بالضبط حتى يتسنى للمشاهد معرفتها. إذن هذه مظلمة مشاهدين الكرام تصل إلى النائب أرشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الإنسان ويكشفها على الملأ في برنامج ملفات ساخنة. أستاذ أرشد، وأنا أطالب وأقول هؤلاء الموظفين إلى أي دائرة تابعين؟ أنا أقول لك وما هي جريمتهم؟ راح أشرح حتى تكونون بالصورة. نعم. زرت السجون، أنا دا أزور السجون أشوف موظفين صغار محكومين عليهم، لأن الحيتان الكبار يعملون ما يعملون ويكون هؤلاء الضحايا هم من يدفعون الثمن. 3 موظفين مدير مصرف واثنين من المعاونين، مدير مصرف رجل واثنين المعاونين نساء. مدير مصرف في كركوك يجي له الفرقة 12 من الجيش العراقي في كركوك، الجنود مال هذه الفرقة يطلبون قرض من المصرف. من يجي يطلب الجندي قرض من المصرف أكيد ينطي عنوانه. الجندي المحسوب في هذه الفرقة نطع عنوانه منطي عنوانه لأن هو تابع للفرقة 12 جيش. نعم. جيش عراقي، هذا ما ينهزم. زين، في نفس الوقت
ينطي عنوان محافظته وأكثرهم من مناطق جنوب العراق. إجوا هذولا كل واحد أخذ 5 ملايين 10 ملايين قرض من المصرف الرافدين. طيب بعد ما أخذوا القرض هذولا بعد فترة انحل الفرقة 12 في المنطقة. من حل الجيش في المنطقة كل واحد راح لأهله هارب ما هارب. جت الدولة دا يريد هذول المنتسبين يوصل لهم. ما وصل لهم. من ما وصل لهم عناوينهم غلط. الجيش انحلت بعد هزيمة في عام 2014 من إجا داعش. إجا هذا الرجل مدير مصرف متقاعد. طيب انت شلون طلعته تقاعد؟ شلون سويته براءة ذمة؟ شلون طلعته؟ هنا السؤال. كان ما طلعه. اذا هذا مسوي براءة ذمة وطلعته تقاعد، طيب ما معنى هذا ما بريد ذمة؟ لا طلعه تقاعد، خليه هذا بعد ما طلع تقاعد بثلاث سنوات يجي له القضاء ويحكم عليه لمدة سنة بوقف التنفيذ. ثم يعاد التمييز ويسووه سنة مع التنفيذ. في نفس الوقت الوزارة دا يقول أنا ما أطلب فلوس من عندهم، يعني ماكو تضمين، يعني ماكو هدر بالمال. زين أنت تحكم هذا رجال ومرأة اثنين صار لأربعين سنة خدمة بالدائرة وبعدين حكمت سنة وانشمل بالعفو، انشمل بالعفو صار له 7 أشهر 4 أشهر مشمول بالعفو، أوراق من 3 أشهر ما تجي إلى مجلس الوزراء. الرجل ما أخفى عليكم أبو الدائرة القانونية نعم. في مجلس الوزراء أنا تواصلت ويا دكتور نجيب خلف الله عنه يقول أستاذ أرشد مدى يجيني بالوقت المناسب. زين معاملة ما بين وزارة الداخلية ومجلس الوزراء 3 أشهر 4 أشهر ما يجي، وهذا شنو ذنبه؟ باكر عقبه يخلص محكوميته يطلع، هذا راح يبقى عليه فقضية يجوز ما راح يجي له تقاعد. وبعدين بالمناسبة المرأة واحدة منهن طلعت تقاعد، الثالث دا تنتظر تنحكم. وين هذا الثالث دا تنتظر تنحكم؟ يعني مع العلم هذا هذول الاثنين مش ثلاثتهم أستاذ أرشد، وهذا مصداق لمن يقول بأن العمل في المؤسسات الرسمية وفي الدولة يأتي بالتفاطين. يعني أنا أفطن إلى هذه القضية أخذها وأتبناها، وإلا فلا، وإلا كيف يمكن أن تفسر لي أستاذ أرشد وزارة كبيرة مثل وزارة الدفاع لا تعرف عناوين مراتبها ولا جنودها؟ كيف يمكن؟ هل يوجد دولة في العالم توظف شخص ولا تعرف هذا الشخص أين يسكن، من هم أقاربه؟ هذا معناه أستاذ أرشد أني عندما أتيت بشخص وعينته في أي وزارة أنا لم أخذ عنه حسن سيرة وسلوك، وما أدراني قد يكون هذا مجرم. نعم. وقد يكون هذا مبيت قضية السرقة. كيف تدار الدولة بهذه الصورة؟ ونريد أن نؤمن على المعتقلين، ونريد أيضا أن نقول هل هم بأمان من جائحة كورونا؟ أستاذ أرشد هذه كارثة. نعم. أنت اليوم تفجر كوارث في العراق. أنا أتكلم عن الحقائق، ولو راح يعاقب بجمهورنا قوميتي، قد يكون يعاقب لأنني أمثل جهة سياسية أيضا، بس إحنا مجبورين نتحدث عن الحقائق. حتى إحنا من نتحدث عن الحقائق فقط نريد نعدل نقوم. إحنا من عادي، إحنا كلنا نمثل الدولة. اليوم الكتل السياسية تمثل الدولة. إحنا من نتحدث مدى نتحدث لإيذاء الدولة، دا نتحدث لتقويم عمل الدولة. طيب هل تسمعكم الدولة أستاذ أرشد؟ تسمعكم الدولة؟ والله أنا باعتقادي عن طريق المخاطبات ما تسمعنا. المخاطبات كلها موجودة موثقة مرسلة إلى الأطراف ذات العلاقة، ولكن قد يكون يسمعون عندما تثار هذه القضايا من السلطة الرابعة، ولذلك أنا أحييكم. وهذا واجبنا أستاذ أرشد الصالحي، شكرا جزيلا لك، كنت ضيف برنامج ملفات ساخنة محورنا الأول المتعلق بالسجون وما يجري فيها، شكرا جزيلا لك مرة أخرى أستاذ أرشد الصالحي. شكرا لكم.
إذا مشاهدينا الكرام، قبل أن نفتح ملفنا الثاني في هذه الحلقة، دعونا وإياكم نتابع هذا التقرير ثم نعود مرة أخرى فلنتابع سوية. مع تفشي وباء كورونا في العراق وتصاعد أعداد الإصابات في كل شبر من البلاد، جاءت الطامة الكبرى بوصوله إلى مخيمات النازحين الذين يعيشون ظروفا صعبة تفتقر لأبسط المقومات. يعني أنا عندي ربو، والشغلة الثانية يعني سمعت أنه مرض الكورونا يأثر على رئتين بالذات اللي عنده ربو، يعني فقاعد ألاقي صعوبة أنه أروح أجيب علاج، يعني أطلع خارج المخيم وأجيب علاج حتى يعني للربو مالتي. قضية العلاج شوية قاعد نلاقي صعوبة، يعني أنا عندي سكر وعندي ضغط، مرات حتى داخل المخيم ماكو فحص. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زار قبل أيام العوائل النازحة في مخيمات السلامية بمنطقة النمرود في محافظة نينوى، وتعهد بإنهاء معاناة النازحين واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تقليل معاناتهم وتسهيل عودتهم إلى مناطق سكنهم الأصلية. عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي حذر قبل نحو شهر من تفشي الوباء في المخيمات بعد تسجيل مخيم حسن شام في نينوى أول حالة إصابة بالفيروس التاجي. التحذيرات لم تجد آذانا صاغية، أو ربما تم تأجيلها حتى وصول الوباء إلى مخيم آشتي المخصص لنازحي محافظة صلاح الدين في السليمانية. فسارع الغراوي مجددا للتحذير من الكارثة وقال: سبق إن حذرنا، لكن الحكومة لم تقم بوضع برنامج صحي ووقائي للنازحين في هذه المخيمات. ومن هنا جاءت إصابة السيدة موسنة وعائلتها المكونة من 6 أفراد بالوباء، مشيرا إلى أنه تم حجز 17 شخصا من الملامسين وأخذ عينات للفحص المختبري لهم. ويعاني النازحون من ضعف المنظومة الصحية والزحام وضعف البنية التحتية، بالإضافة إلى الجوع والعطش الذي ينهشهم والخيم المهترئة التي تحرق أجسادهم صيفا وتجمد أوصالهم شتاء، وما من حلول تلوح بالأفق. إذن مشاهدينا الكرام، النازحون بين قيض الإهمال وفظاعة كورونا. في هذا المحور ينضم إلينا عبر سكايب الأستاذ كاتب الميزان، وهو مدون وناشط سياسي. مرحبا بك أستاذ كاتب إلى أو كتاب إلى ملفات ساخنة. أستاذ كتاب، اليوم نحن أمام حقيقة مرة، هناك نازحون. بدل أن أأتي لأعفر هذه الخيام التي هي أصلا بالية، لماذا لا أطوي هذا الملف؟ اليوم كورونا تفرض علينا أشياء جمة لم نكن نألفها وبتنا نألفها، منها الكمامة، منها قضية التعقيم، منها الاهتمام أيضا، يعني وهذا من المفترض أن يكون لدى كل إنسان قبل وبعد كورونا، منها الاهتمام بالنظافة الشخصية، ولكن اليوم ندقق على هذه الأمور كثيرا. النازحون ما بالهم؟ لماذا هؤلاء مهملون؟ مسؤولية من؟ وزارة هجرة ومهجرين تشكو التناقضات، أم مسؤولية كورونا التي داهمتهم ولا تعلم بأنهم مساكين؟ تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. يعني الله. موضوع النازحين أصبح من الملفات المهمة ومن التحديات الكبرى أمام كابينة وأمام السيد الكاظمي. يعني اليوم يعني أنا عندي إحصائيات جبتها لحضرتك، وإحصائيات هي رسمية لمخيمات النازحين ولنازحين المحافظات اللي تسمى محررة أو هي بالأحرى مدمرة وليست محررة. يعني اليوم موضوع النازحين، إحنا ما يعني ليش نهتم بموضوع الكمامات وتوفير لهم أدوية داخل المخيمات؟ ما إحنا عندنا ملف، عندنا نازحين هم هجروا أثناء وقبل، يعني أثناء دخول داعش وفترة تحرير هذه المحافظات. الآن ما بقت حجة، يعني المحافظات اتحررت وأغلب المدن رجعت أهلها لبيوتهم، فلكن أكو بعض المناطق يعني تم استثنائها من عودة أهلها. السبب هناك بعض الفصائل الولائية التي تقوض عودة هؤلاء. يعني مثلا عندك منطقة جرف الصخر، عندك مناطق في صلاح الدين أيضا يمنعها، تمنعها بعض الفصائل من العودة،
عندك مناطق في يعني مثلا سليمان بيك ايضا تمنعها بعض الفصائل. اليوم يعني الموضوع هذا يحتاج جديه وحلول واقعيه مو حلول ترقيعيه. يعني اليوم مثلا عندك انت عندك حوالي 77 مخيم. مخيم في بلد مثل العراق 77 مخيم هاي كارثه. وحكومات متعاقبه من 2015 الى الان عجزت عن تقديم حلول لهؤلاء. يعني حوالي هاي 77 مخيم بيها 700 و300 ألف نازح. 700 ألف 730 ألف و590 730 و590 نازح. يعني حوالي 89 عائلة نازحة وداخل المخيم. طيب أستاذ يعني كتاب أنت تطرقت إلى مشكلة. أنت تطرقت إلى مشكلة. أكو نقطة مهمة جدا. نعم سريعا حتى نعود إلى محور البرنامج. نعم. محور البرنامج أستاذ كتاب يتعلق بكورونا ومداهمتها لمخيمات النزوح، وهذه الجائحة تتطلب من الحكومة عمل جدي حتى تطوي هذا الملف. هل لديك معلومات عن عدد الإصابات، حقيقة التعامل الصحي مع النازحين في هذه المخيمات؟ ثم نأتي ونعرج على هذه القضايا التي هي أيضا مهمة. أنا أتفق معك بقضية ما الذي يمنع أو يحول دون النازحين وديارهم، ولكن ماذا عن جائحة كورونا؟ أستاذ علاء، احنا اليوم عندنا آلاف بالمستشفيات وعندنا آلاف مصابين بالمحافظات، وعجزت الحكومة عن تقديم حلول لهم. يعني في بعض الحالات العوائل لجت إلى حجر أنفسها داخل المنازل، فما بالك بنازحين بالآلاف بالمئات الآلاف داخل المخيمات. الحكومة عاجزة عن تقديم أي حلول لهم. خل أكون واقع لك، يعني شنو يعني مثلا يعني شنو اللي تقدر تقدم الحكومة؟ يعني اليوم يعني أنا ما دا يعني الحكومة أمام يعني حل واحد، ترجعهم الى مناطقهم وهم يستطيعون يعني يدبرون انفسهم ويتخذون سبل الوقايه. لا 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 استاذ كتاب اسمح لي، هنا دعني اقف لاقول الحق يقال. يعني انت تريد ان تعيد نازح مثلا على سبيل المثال الى الجانب الايمن من مدينه الموصل، لا يوجد دار، لا يوجد بناء تحتية، لا يوجد مياه، أصلاً المنطقة هناك ملوثة بسبب الجثث. يعني على حد علمي حتى قبل أشهر تم استخراج 4 جثث أو قريب من هذا الرقم من هذه المنطقة. كيف تعيد أنت نازح إلى هذه المنطقة ولا توجد مقومات عيش كريم؟ يعني بعض النازحين يقول لك على الأقل أنا جالس في خيمة، إذا ما أردت أن أعود إلى منطقتي نعم أعود، ولكن أين على الأقل تعويضات العودة؟ هذه أيضا دعنا نفكر فيها برؤية. من يوفر هذه السبل؟ إذن أنت إما تقتله بكورونا وإما تقتله بغياب الخدمات. يا أستاذ كتاب يعني الحق أيضا يجب أن يقال. يعني الجانب الأيمن مثلا تطرقت وذكرت الجانب الأيمن، هل هو مسؤولية النازحين اللي بالخيم تنظيف هذه المدن وإعادة بناء البنى التحتية لها؟ الحكومة أم النازحين؟ بالتأكيد. ما أنت صار 4 سنوات تحرت هذه المناطق، شنو اللي يمنع؟ هاي واجب الحكومة. يعني أنت تخيل منظمات مجتمع مدني دخلت لهذا الجانب حتى تنتشل الجثث اللي موجودة، المحافظ قاضاهم وحاول يعتقلهم. أكو هل لديك دليل على هذا الكلام؟ أنت الآن تتهم جهة حكومية، وأي محافظ؟ نجم جبوري أم الذي سبق؟ نوفل العاقوب، نوفل العاقوب وفي وقتها قاضى ما اتذكر اسمها ما يحضرني، رئيسة منظمة هي ناشطة وقاضاها لأنه انتشلت يمكن 7 جثث في وقتها. فأيضا هذا مو يقوض عودتهم. زين ما أنت محافظ تمنع المنظمات ولا أنت تنتشل هذه الجثث وتعيد بناء البنى التحتية حتى تمام، ما مشكلة، أنت هيئ الظروف الملائمة لهم وخلي، ما مشكلة، هم مستعدين كل واحد يعمر بيته ومستعدة الحكومة تنطي منحة العودة لهم وتساعدهم ماليا تعويضات لهم وهم يعيدون بناء هذه المناطق. لكن أنا مثل ما قلت لك الحكومة عاجزة عن تقديم لهم علاجات بسيطة، فما طيب بالك بأنه نتأمل ترجعهم إلى بيوتهم. هل لديك إحصائية أستاذ كتاب؟
هل لديك إحصائية عن عدد النازحين في المخيمات، العدد الحقيقي للنازحين المصابين بجائحة كورونا؟ هل يتوفر لديك عدد؟ لحد الآن يعني حسب اللي وصلني تقريبا 30 إصابة. 30 إصابة. 30 إصابة، لكن أكو شغلة يعني هاي يعني رب ضارة نافعة، يعني عزل هذه المخيمات عن المناطق اللي وبعدها عن المدن اللي أصبحت هي بؤرة لهذا الفيروس، أيضا هي فادتهم شوية. كيف؟ يعني ما انتقلت هذه الإصابة ب ب ب بكثرة أو بعض المخيمات أصلا ما بها، أقول لك إياها يعني ممكن 90% أو 95% من المخيمات للنازحين هي ما وصل هالفيروس. طيب كيف أصلاً وصلها الفيروس؟ تعرف ليش؟ إذن هذه 30 إصابة التي تحدثت عنها كيف وصلت، وأنت طبعا مسؤول عن نقل هذه المعلومة، كيف وصلت إلى مخيمات النزوح؟ ما هي الطريقة؟ وصلت في عدة طرق. أولا أكو بعض النازحين يتنقلون يطلعون من المخيمات للمدن يرجعون في فترة النهار، وأثناء الليل يرجعون إلى مخيماتهم، وأيضا الموظفين والمشرفين على هذه المخيمات هم موظفين يروحون لمدنهم ويرجعون أيضا إلى الإشراف على المخيمات، فعن طريق هذا انتقله. وممكن أيضا بعض المنظمات اللي تدخل لمساعدة هذه الخيم وهؤلاء النازحين أيضا انتقل ممكن عن طريقهم هذا الفيروس. لكن إحنا اليوم يقول لك الوقاية خير من العلاج، اليوم لازم الحكومة تدارك هذا الخطر. لو سامح الله انتقل هذا الفيروس بشكل كبير وانتقل إلى 77 مخيم اللي هم موزعين على نينوى وصلاح الدين وديالة وأربيل وكركوك ودهوك وسليمانية وبغداد الكرخ والرصافة والأنبار اللي هم 77 مخيم، أنا أقول لك ستكون كارثة. لأنه هذه المخيمات يعني اللي موجودين النازحين يجهلون طرق الوقاية، الحكومة يعني هذا يعني أنه لا توجد توعية تريدهم من خلية الأزمة أو حتى من وزارة الصحة. هل هذا صحيح؟ الحكومة ما سوت توعية داخل المخيمات، فممكن حتى يداركون. فتدري يعني هاي مخيمات مغلقة وخيم، ويعني التنقل يعني تعرف العائلة، كل عائلة مثلا 7 نفرات أو 10 أو 5 كلهم في خيمة واحدة. يعني لو شخص واحد يدخل المخيم يصبح المخيم كله مصاب وكله موبوء. فهذه لازم الحكومة اليوم أولا يعني إذا ما نريد يعني غير قادرة على إرجاعهم، أمامها حل واحد بأنه تشدد إجراءات الدخول والخروج على المخيمات. أكثر من هذا التشديد يا أستاذ كتاب، بعض النازحين يقولون لك نكاد نختنق، يكاد لا أحد يسمح لنا بأن نتنفس. يعني أنت اليوم كل هذه السنوات تضع هؤلاء يعني العوائل، هذه العوائل البسيطة، هذه العوائل المنكوبة في سجن كبير، وبالنهاية تقول له احجر نفسك، هو محجور من أساسه. مو سجن يعني أما السجن أحسن. أنا رحت للمخيمات وشاركت في حملات، السجن أفضل بكثير من المخيمات اللي موجودة. يعني أكو مشاكل، شوف أكو مشاكل يعني ما راح تبين على هؤلاء اليوم، أو يعني أريد إحنا نعبر مرحلة كورونا وإن شاء الله تعدي هذه الأزمة إن شاء الله. أكو مشاكل راح تتفاقم على هؤلاء، منها مشكلة التعليم للأطفال اللي موجودين داخل المخيمات. يعني تعرف مئات يعني آلاف الأطفال ولدوا داخل المخيمات لحد الآن بدون تعليم، بدون كل شيء، بدون ضمانات، بدون مستمسكات. يعني هاي الحكومة يعني لحد الآن ما تفكر بيها. لو بعد 4 سنوات عادوا هؤلاء إلى مناطقهم راح يجيك مجتمع لا يقرأ ولا يكتب، مجتمع وكأنما كان يعني في بيئة أخرى عن البيئة العراقية. فهاي مشاكل اجتماعية. يعني اترك موضوع كورونا، وإن شاء الله الله يحفظهم، ويعني هم يعني في مصيبتهم اللي صارت عليهم نسأل الله بأنه هو معهم ويحفظهم من هذا الوباء. لكن اليوم مثل ما قلت لك الحكومة أمام تحدي كبير، وهو يعني خاصة حكومة السيد الكاظمي، وهذا يجب أن يكون من الملفات المهمة ومن أولويات برنامج الحكومي. طيب يعني كلام جميل. إذن أنت ولا أستاذ كتاب ولا خطوة جادة باتجاه عودتهم جيد أو حمايتهم. إذن أنت تؤشر وجود تجهيل
وأنا هنا أؤكد تجهيل متعمد للنازحين، هذا الذي أفهمه من كلامك. لا هذا الشيء أكيد، يعني شوف أكو هي تراكمات. أولا منع عودتهم والاستحواذ على هذه المناطق من الفصائل الولائية هو لسبب، أولا تغيير ديموغرافي لهذه المناطق، ثانيا عدم عودتهم هو لتجهيل، وتكون هذه العوائل تحت خط الفقر آية. ثانيا يعني انت لازم اكو أقضية يعني لها خصوصية، وتعمدت بعض الفصائل بانه ما ترجعها الى مناطقهم. فأنا قلت لك تغيير مناطقهم ديموغرافيا وتجهيلهم ووضعهم تحت خط الفقر. فاليوم يعني كل هذا اللي الثلاث نقاط اللي ذكرت لك كل صار عوائل فقيرة ما تملك دينار واحد، زين يعني هو صار لأربع سنوات بالمخيم، طيب. ما عنده أي وارد وأي مورد مالي. كذلك أيضا يعني من ضمنهم أكو بعض الجيل اللي سبق هو تحرير المناطق، يعني ممكن هو كان في مراحل ابتدائية فاتته وترك المدرسة. أيضا عندك أجيال وهذه ممكن يعني راح يدخلون يحتاجون مدارس في السنتين القادمة، ما راح يلقون مدارس، نظام صحي ما موجود، نظام صحي بسيط. يعني وزارة الهجرة، نعم. احنا دائما نذب اللوم على وزارة الهجرة، يعني اكو بعض الملفات هي سياسية مو موضوع وزارة الهجرة. مثلا وزارة الهجرة لها تخصيصات تجي من الموازنة وتقوم بواجبها، لكن مثلا الامور السياسية والامور اللي تمنع عودتهم الديموغرافية ما تدخل يعني بموضوع لا لا أستاذ الهجرة. أستاذ كتاب، أنت اليوم مسؤول عن ملف النازحين، ولدينا وزارة كبيرة تحمل هذا الشعار. اليوم إذا كانت هذه الوزارة غير قادرة على حل مشكلة هذه الفئة من الناس، شعب نازح، فلنتفق على هذه الكلمة، ما الداعي لأن تكون هناك وزارة أصلا؟ لماذا هذا الاستنزاف لموارد الدولة؟ والعراق اليوم يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة، ليس فقط العراق ولكن الأكبر والحمل الأكبر يقع على العراق. لماذا أنا أوجد هذه الوزارة؟ لا تستطيع أن تعيد نازح، لا تستطيع أن توفر، راح أعطيك معلومة، لا تستطيع أن توفر مستلزمات الوقاية من الإصابة بكورونا، ولا تستطيع أن توفر الأمن الغذائي، ولا تستطيع أن توفر التعليم. ما الداعي لها بصراحة؟ نعم أنا أتفق وياك أكو جوانب إنسانية ومساعدات إنسانية تقع على عاتق وزارة الهجرة ولازم تقوم بها على أكمل دور، طيب. وأكو ملفات مهمة اللي هي تقوض عودتهم وتمنع عودتهم، زين. يعني مثلا راح أعطيك مثال، وهو منطقة جرف الصخر. أتذكر في زمن السيد العبادي ذهب وكيل وزير الصحة، اللي كان في وزير الصحة كان السيد قتيبة الجبوري، الوكيل مالته ذهب بلجنة إلى جرف الصخر. يعني تخيل بعض الفصائل اللي موجودة هناك رادوا يعدموه، واتصلوا من تليفون وزير وكيل الوزير، واتصلوا على الوزير وغلطوا عليه وتجاوزوا عليه. فتخيل لهذه المرحلة، لا وزير قادر على إعادتهم، ولا رئيس وزراء في تلك الفترة قادر على عودتهم وتنظيف هذه المناطق. اليوم المشكلة كبيرة تحتاج دعم دولي لمعالجة هذا الملف. طيب أستاذ كتاب، يأتيك يقول هذه المناطق تحوي إرهابيين. حتى الأمس القريب كان هناك حديث عن وجود تعرض في هذه المنطقة بسبب خلايا داعش، وحتى المناطق التي نزح منها النازحون، يعني نزحت من منطقة فيها عصابات داعش الإرهابية. من الذي جاء بعصابات داعش الإرهابية؟ أيضا الحق يقال يا أستاذ كتاب، يعني هذه المناطق تريد أن تبرر متهم، ائتيني بدليل واقعي يقنعني ويقنع المشاهد حتى يقول والله اليوم أستاذ كتاب يتحدث بشكل حقيقي. أنت تقول هم أبرياء تغيير ديموغرافي، وأنا أقول لك إرهاب ومنطقة لا يراد لها أن يعود لها الإرهاب، وهذا جزء من حفظ أمن العاصمة بغداد.
حتى تأتي يعني بكلام وأنا يعني أتيك بكلام، الكلام يفنده الكلام. هل هم السكان؟ كتاب. هل هم السكان إرهابيون أم المناطق إرهابية؟ هل الأرض إرهابية أم السكان؟ ما السكان اليوم كلهم تهجروا باستطاعة الحكومة، عندها معلومات كاملة من هم الإرهابيين، تمام؟ فهناك جهات أمنية وجهات كثيرة تدقق أمنياً، كل عائلة ترجع فرد فرد تدقق أمنياً وتسمح لها بالعودة، مثل ما سمحوا لباقي المناطق اللي عاد لها، مثل تكريت ويعني مناطق صلاح الدين اللي بيجي وتكريت والدور، ذولا مو تدققوا، مو تغربلت الأسماء كلها، انفرزت الأسماء، اللي داعش ما يرجع، اللي داعش موجود، انقتل 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 إلى جهنم، واللي ذهب إلى سوريا قاتل، واللي ذهب إلى ليبيا. لكن اليوم أنت تقول لي هذه المناطق هي حاضنة؟ لا مو حاضنة، لأنه إحنا كنا نعرف الدواعش اللي جو بالآلاف وبالمئات دخلوا هذه المحافظات، هم كلهم طلعوا من سجن أبو غريب، وطلعوا من سجن أبو غريب وافتروا على سوريا ودخلوا إلى نينوى وباقي المحافظات. فهذا الموضوع مو يعني من المغزي، مع احتراماتي لك، اللي يقولون هذه المناطق هي حاضنة للدواعش وهم إرهابيون، لا كذب من يقول هذا. اليوم هذه المناطق هي من قاتلت القاعدة في 2006 و2007 عندما طيب، ولكن انت الان امام تحدي يا استاذ كتاب، يا استاذ كتاب، انت الان امام تحدي مؤسسة الحشد. جيد، انت الان يعني بنهاية مؤسسة الحشد، سواء كنت تتحدث عنها سلبا ام ايجابا، باتت الان مؤسسة رسمية، الدولة والبرلمان والعرف والقانون يعترف بها. إذا كان ثمت هناك اتهامات لأشخاص داخل هذه المؤسسة، فأنا أعود وأقول لك يا أستاذ كتاب، القضية قضية دليل، اعطني دليل. أنا ما جبت الحشد الشعبي، قلت فصائل ولائية. عفواً ولائية. من هي هذه الفصائل الولائية؟ من هي هذه الفصائل الولائية؟ السيد الكاظم يعرفهم كل الزين وموثق. طيب. عند المعلومات كاملة. فصائل ولائية لا تأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، ولا تخضع لقانون الحشد الشعبي، ولا تخضع لأي مؤسسة عسكرية وأمنية رسمية. فصائل ولائية تعترف علنا بولائها لولاية الفقيه. طيب، هذه وأنت تجد في هذا الموضوع، أنت تجد في هذا الموضوع مشكلة، أنت تريد أن تفتعل مشكلة أخرى. كيف؟ بالآتي، هناك إصابات بكورونا، تريد أن تخرج النازحين من الرعاية التي يتلقوها في المخيمات، الرعاية الصحية وإجراءات الوقاية، أي رعاية؟ أي وتعيدهم أي رعاية؟ إلى مناطقهم التي تعاني أصلاً، في السابق كانت تعاني من عدم وجود مياه صالحة للشرب، وأنت تريد أن تعيدهم إلى تلك المناطق التي هي فيها عصابات إرهابية مثل جرف الصخر وغيرها، وفيها بنى تحتية مدمرة. إذن أنت تريد أن تقتل النازحين يا أستاذ كتاب، ينجون من كورونا فيأتون يعني إليك. تقصد بها عصابات إرهابية الفصائل الولائية أم داعش؟ لا، عصابات داعش الإرهابية هذا ما تقوله الجهات الرسمية. أنا لا علاقة لي بأي شيء، أنا فقط أحاور. جرف الصخر هل هي منطقة مشتركة للدواعش والفصائل الولائية حزب الله؟ ما ممكن، هذا الكلام مو منطقي. يعني كيف ممكن يتواجد داعش مع بعض الفصائل، أو ما أريد نذكر الفصائل، كيف يتواجد داعش بمنطقة منزوعة السكان ويسيطر عليها الحشد الشعبي ويوجد فيها داعش بآن واحد؟ ما ممكن. اليوم كل المناطق حررت كلها، واللي ما رجعوا إلها أهلها هي بقت طيب تحت سيطرة. نعم. الحشد الشعبي. إذن اليوم أماكن الدواعش موجودين في جبال حمرين تعرفهم الحكومة وفي كتاب الصحراء. إذن الحكومة تواصل عملياتها ضد عصابات داعش الإرهابية، هذا شيء الكل يعرف به، وهذا ما نقرأه في الأخبار على الأقل. بقدر ما متعلق الأمر بقضية النازحين، فيجب أن يوجد حل لهم، نعم، وهذا حق للنازحين،
وملف كورونا أيضا يجب أن لا يغفل عنه المسؤولون، هي واجب لكل جهة مسؤولة عن ملف النازحين. في نهاية هذه الحلقة الأستاذ كتاب الميزان المدون والناشط السياسي، لا يسعني إلا أن أقدم لك الشكر الجزيل على هذا الحديث، وشكرا لتحملك لبعض الأسئلة اللاذعة، وأيضا أشكر الأستاذ إرشاد الصالحي رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية الذي رافقنا في ملف ملفات ساخنة ملفها الأول. وأنتم مشاهدين الكرام إلى ملفات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.